السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاجل قرار جديد من الفيفا، لا تنسوا الاشتراك لايك شير للفيديو. عليكم التفاصيل. يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خلال الأسابيع القليلة المقبلة قراره بشأن إمكانية استخدام تقنية نصف آلية للمساعدة في اتخاذ القرارات بشأن حالات التسلل في مباريات بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر. وسيتم إبلاغ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إيفاب في اجتماعه بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين المقبل بشأن الاختبارات التي أجريت على هذه التقنية، ولكن لا يلزم الحصول على موافقة المجلس بهذا الشأن نظرا لأن هذه التقنية موجودة بالفعل في القواعد الحالية بشأن تقنية الفيديو. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية دي بي اي أن الفيفاب يرغب في اتخاذ قرار بهذا الشأن قبل كأس العالم قطر 2022. وكانت هذه التقنية خضعت للتجربة في بطولتي كأس العرب أواخر العام الماضي في قطر وكأس العالم للأندية في الإمارات خلال شهر فبراير، وذلك باستخدام عدد من الكاميرات الخاصة لتحديد وضع اللاعبين داخل الملعب ويراقب المشاهد الصادرة من هذه الكاميرات. حكم متخصص يكون مسؤولا عن قرارات حالة التسلل، ويمكنه إبلاغ الحكم بها على أن يكون الحكم هو المسؤول النهائي عن احتساب القرار داخل الملعب. لا تنسوا الاشتراك لايك شير بارتاج للفيديو، والسلام عليكم.